ليست بغداد ولا الموصل، إنها السليمانية شمال العراق. بمئات المتظاهرين ضجت شوارع السليمانية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية واحتجاجاً على تردي الأوضاع في مدن كردستان العراق. سريعاً ما امتدت موجة الغضب لتشمل عدة أقضية ونواحي بالمحافظة، كقضائي مفري وكلار، لتتطور فيما بعد إلى إحراق مقرات الأحزاب السياسية كحركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني ومقر للجماعة الإسلامية وآخر للاتحاد الإسلامي ومقر للأسايش في منطقة بيرة مكرون بالسليمانية. إحساس العجز والفاقة يبدو أنه الدافع الأكبر للتظاهرات، فمشكلة الرواتب وتراكمها كانت على رأس ما طلب المتظاهرون بحله، ناهيك عن تنديدهم بتفشي الفساد في أجهزة الدولة. نحن كمعلمين وموظفين وكافة الشرائح نطالب بعدم خفض الرواتب وأن نستلمها بوقتها الرسمي كاملا. نطالب الحكومة بأكثر من 10,000 دولار. نحن لا نريد المال، نريد تغيير الحكومة لأنها فشلت فشلا ذريعا. شريحة التدريسيين كانت الأكبر في التظاهرات، إذ يعدون أكثر فئات المجتمع تضرراً بتأخر الرواتب وتفاقم تردي الحالة المعيشية في عموم مدن كردستان العراق، ما دفعهم لرفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة بل ومحاكمة الفاسدين في مشهد يحاكي تلك التظاهرات التي خرجت في باقي مدن العراق. والله الدواء لما ناكل، نحن لا نطلب من الحكومة شيء لأنهم لم يفعلوا شيئا لنا، باعوا كل شيء. أحمل لافتة تقول الحكومة تخاف من الناس وليس العكس، مع الأسف هنا بالعكس تماما، نخاف السلطة. لا رواتب ولا كهرباء ولا حياة كريمة، ولا أعتقد أن هناك أملا لتصحيح الأوضاع. رد السلطات زاد الأمر تعقيداً، فشرطة مكافحة الشغب قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع عند محاولة عدد من المتظاهرين الاقتراب من مقر الحزب الديمقراطي في وسط السليمانية، ما أدى لوقوع عدد من حالات الاختناق. كما وأغلقت عدد من الشوارع الرئيسية في السليمانية وأخرى تؤدي إلى مقرات حزبية، فيما انتشرت دوريات في عموم المدينة. هذه التظاهرات لم تكن الأولى من نوعها، لكن كانت الأضخم والأكثر غلياناً، ما يظهر وصول الأمور في كردستان العراق إلى حدود لم تصلها من قبل، كما هي الحدود مع حكومة العبادي.